من جنوب الوطن إلى أقصى الشمال، قناة النهار أول إخبارية في الجزائر. على مدار سنوات نقلت انشغالات المواطنين من كل ربوع الوطن، قسمت المواطن البسيط يومياته، نقلت صوته وساهمت في حل انشغالاته، حيث جعلت المواطن أولوية. كانت النهار يعني راه واقفه معنا، يعني راه رامي يعني راه تخرج معنا وراه تفكنا انشغالات كبيره بلي هذه القناه الوحيده اللي رانا كل ما نتصلوا بها تلبي لنا الدعوه. واحتلت الساحه الاعلاميه بامتياز بالتوفيق قناه النهار وكل الطاقم اللي وقف في طاقه النهار. قناه النهار تبقى من بين القنوات الرائده، ونتمنى لها ان شاء الله المزيد من التوفيق والنجاح. هذه قناه على كل حال قريبه من المواطنين بزاف. شبكه مراسلين متواجدين في كل ولايات الوطن، نقل للخبر في اوانه ومتابعه انيه لكل الاحداث، جعلت المواطن يوجه بوصلته نحو قناة النهار التي تتجاوب دائماً مع كل ما يخص المواطن أينما وجد. رمزي خوا، قناة النهار، خنشلة، والتي تأتيكم من ولاية الطارف. حاولنا الاتصال وإيجاد توضيحات على انشغالات المواطنين في الوطن التي شهدت يعني حرائق كبيرة، خاصة في أعالي بلدية الأخضرية، بلدية زبربر. 12 سنة من التواجد على الساحة الوطنية، حظيت وما تزال قناة النهار المنبر الإعلامي الأول في الجزائر، تميز، ثقة ومصداقية في نقل الخبر، خدمة للوطن والمواطن. أهلا بكم مشاهدينا الكرام على قناة النهار الإخبارية الأولى في الجزائر.